بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الحج. كتاب الحج، هذا الكتاب يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى الأحاديث الواردة في الحج وأبوابه. الأحاديث الواردة في الحج من مواقيت وغيرها، وأحكام الحج وأحكام العبادة، وأنها واجبة، والحج يقال له الحج والحج بكسر الحاء وفتحها. والحج لغة هو قصد المكان للعبادة، قصد المكان أي مكان للعبادة أو لغيرها بمعنى القصد. والحج للعبادة، والحج الشرعي هو قصد مكة لأداء هذا النسك العظيم. نعم. الحج، حج يحج حجا من باب قتل، وهو بفتح الحاء وكسرها، والفتح أشهر. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج يقال له حج أو حج بكسر الحاء وفتحها. والحجة بالكسر المرة، ولكن غير قياس. والجمع غير قياس، يعني ما وردت في الشرع هكذا ولا في اللغة. والجمع حجج. قال ثعلب: قياسه الفتح ولم يسمع من العرب. قياسه الفتح، الحج لم يسمع من العرب، وإنما هذا هو القياس. والحج لغة القصد. وقال الخليل: القصد إلى معظم. قال في المصباح: ثم قصر استعماله في الشرع على قصد الكعبة للحج والعمرة. أصله الحج للتعظيم، قصد مكان يعظم أو شيخ يعظم أو نحو ذلك. حج الزبرقان، حج إلى الزبرقان، يعني قصده حج. هذا هو الأصل، والقصد إلى مكان ما للتعظيم، ثم استعمل في الحج إلى بيت الله الحرام لأداء هذا النسك. وشرعاً قصد البيت الحرام لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص. حج البيت، قصد البيت الحرام لأعمال مخصوصة. أعمال مخصوصة هي الوصول إلى المسجد الحرام، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والخروج إلى منى وعرفات، وهكذا في زمن مخصوص، يعني في وقت الحج. لو جاء إلى مكة في غير وقت الحج فما يقال له حج. جاء لمكة للتجارة أو لطلب العلم فما يقال له حج. إنما الحج قصد البيت الحرام لعمل مخصوص. نعم. وكونه أحد أركان الإسلام ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. ثابت بأصول الكتاب والسنة والإجماع، ثابت بالكتاب العزيز، قوله تعالى:
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجاء في السنة بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، ويجوز أن نقول فيها شهادة أن لا إله إلا الله، يجوز القصد الكسر بالبدل على أنها بدل، ولله على الناس حج البيت، ولله بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، ويجوز شهادة أن لا إله إلا الله على تقدير وهي أركان الإسلام خمسة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. كونه أحد أركان الإسلام ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، أجمع المسلمون على أن الحج ركن من أركان الإسلام، فمن أداه فقد برئت ذمته، ومن لم يؤده فلا يخلو. إن كان قادرا على الحج فهو آثم بتأخيره. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار، يعني أمصار المسلمين، من أنظر من كان ذا جدة ولم يحج فيضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. من كان ذا جدة ولم يحج، أما غير القادر فالله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا، وأجمع على ذلك المسلمون بأنه أحد أركان الإسلام. فالكتاب قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني من لم يحج وكان قادرا فهو كافر لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع، ومن كفر يعني من لم يحج مع القدرة فهو كافر إذا أنكر وجوبه، وإذا كان له عذر فينظر في ذلك. وأما السنة فمستفيضة، ومنها ما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة في السنة، كما في السنن من حديث ابن عباس مرفوعا: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. الواجب مرة واحدة في العمر، فمن لم يستطع فليس عليه شيء، ومن استطاع فيجب عليه الحج مرة واحدة ولا يلزمه أكثر من مرة. والرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في الناس: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، قال: يا رسول الله، أبي كل عام؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فرددها ثلاثا فقال: الحج مرة ومن زاد فهو تطوع، ولو قلت نعم لوجب عليكم الحج في كل عام ولما استطعتم. فلا ينبغي للإنسان أن يسأل عن شيء لم يفرض عليه خشية أن يفرض بسببه، فيكون آثما مؤذيا للمسلمين بهذا السؤال. فلا ينبغي للإنسان أن يسأل. وقوله الحج: يا أيها الناس كتب عليكم الحج، يفهم منه مرة واحدة، ما يفهم منه كل عام. قال الوزير وغيره: أجمعوا على أن الحج يجب على كل مسلم بالغ مستطيع مرة واحدة، المرأة في ذلك كالرجل، في أنه يجب عليها إذا استطاعت، ويزيد وجوبه على المرأة كونها قادرة وذات محرم، معها محرم يحج بها، وإلا فلا يجوز لها أن تحج بنفسها بدون محرم، فإن استطاعت نفقته ونفقة نفسها فعليها الحج،
وإن لم تستطع فلا يلزمها الحج، ولو استطاعت نفقتها وحدها فلا يلزمها، بل عليها أن ترسل من يحج عنها. قال الشيخ تقي الدين: يجب على الحاج أن يقصد بحجه وجه الله تعالى والتقرب إليه، وأن يحذر أن يقصد حطام الدنيا أو المفاخرة أو حيازة الألقاب أو الرياء أو السمعة، فإن ذلك سبب في بطلان العمل وعدم قبوله. هذا من وجوب الإخلاص لله جل وعلا في جميع العبادات، فمن أنفق رياء وسمعة فلا أجر له، ومن صلى رياء ولا سمعة فلا أجر له، ومن حج رياء وسمعة فلا أجر له، وإنما العمل لله وحده خالصا لوجهه الكريم، ما كان ذلك فهو نافع، ومن لم يكن كذلك فلا نفع فيه ولا فائدة. ولله على الناس، لله تعالى وحده لا شريك له، ويجب على المسلم أن يخلص في جميع أعماله لله جل وعلا، لأنه إذا لم يخلص فلا ثواب له، كقول قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قد يعمل المرء العمل لله ولخيره لله، ويقصد الرياء والسمعة، يقصد أن يقال له يا حاج، يقصد أن يقال له يا تقي، يقصد أن يقال له يا متصدق، فهذا الله جل وعلا غني عن شركه، ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، خالصا لوجهه الكريم، صوابا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. حكمه وأسراره، أو حكمه وأسراره. للحج حكم عظيمة وأسرار سامية وأهداف كريمة تجمع بين خيري الدنيا والآخرة، وقد أشارت إليها الآية الكريمة، قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم. قال جل وعلا: ليشهدوا منافع، منافع ليست خاصة منافع دنيوية ولا منافع أخروية، وإنما كلها تحصل بالحج إذا أخلص العمل لله تبارك وتعالى. ليشهدوا منافع لهم، والمنافع عظيمة وكثيرة، منها تعرف بعض المسلمين على بعض، ومساعدة بعض المسلمين على بعض، والقيام بالواجب، وتذكير المسلمين بعضهم بعضا، وهكذا. فهذه منافعه العظيمة تصلح للدنيا والآخرة. تصلح للدنيا يعني يكون العمل مفيدا في الدنيا، كمن يأتي للحج والتجارة ويقصد الحج وجاء بالتجارة من بعيد مثلا، فإنه يكسب المال ويصح حجه، جاء للتجارة وطلب العلم والحج، هذا حسن. وهكذا، فأي عمل عمله المرء لله تبارك وتعالى فالله يأجره عليه ويثيبه ولا يحرمه ثوابه. ليشهدوا منافع، ونكرها جل وعلا لتعم المنافع كلها، منافع الدنيا ومنافع الآخرة. فهو مجمع حافل كبير يضم جميع وفود المسلمين من أقطار الدنيا في زمن واحد ومكان واحد. هو مجمع كبير وحافل، مجمع مفيد، يتعرف بعض المسلمين على بعض، ويساعد بعضهم بعضا، ويجاهد بعضهم مع بعض،
وهكذا يؤدون هذه الشعيرة في وقت واحد، جعله الله جل وعلا في وقت واحد حتى يجتمعوا ويستفيد بعضهم من بعض، لأنه لو كان يصلح في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة ما اجتمع المسلمون، لكن الحج يجتمعون في أيام مخصوصة وليست بطويلة مملة ولا بقصيرة لا يحصل منها فائدة، ففائدتها عظيمة. ولهذا ذكر الله منافع الحج كثيرة بخلاف العمرة، فالعمرة أقل لكونها يجتمع الناس في أوقات متعددة، فيكون فيه التآلف والتعارف والتفاهم مما يجعل المسلمين أمة واحدة وصفا واحدا فيما يعود عليهم بالنفع في أمر دينهم ودنياهم. وفيه من الفوائد والمنافع الاجتماعية والثقافية والسياسية ما يفوت الحصر عده، يعني كثيرة منافعه الدينية والدنيوية والاجتماعية والسياسية. وهكذا يجتمع المسلمون ويستفيدون من هذا الحج فائدة عظيمة. ولهذا والحمد لله يسر الله للمسلمين هذا الاجتماع، وكانوا يجتمعون في وقت محدود ويتشاورون في أمورهم وينظرون في مصالحهم، وتحسن هذا أخيرا بعدما رتب المسلمون المقيمون في مكة مع من يأتيهم من الخارج ترتيبات حسنة، وكيف يجتمعون وكيف يؤدون الواجب عليهم. وهو عبادة جليلة لله تعالى بالتذلل والخضوع والخشوع، وبذل النفس والنفيس من النفقات وتجشم الأسفار والأخطار ومفارقة الأهل والأوطان، كل ذلك طاعة لله تعالى وشوقا إليه ومحبة له وتقربا إليه في قصد الكعبة المشرفة والبقاع المقدسة. فهذه الأمور من فوائد الحج، لأنه لو لم يكن هناك حج ما سافر أحد إلى مكة إلا لعمل خاص به ولم يستفيد من ذلك. وإذا كان هذا الحج يقصد به زيارة بيت الله الحرام في وقت محدود ومخصوص، فيجتمع الناس في ذلك ويتشاورون ويسافر بعضهم إلى بعض ويحضر بعضهم لبعض كل ما عنده من الفوائد من العلم النافع ومن التجارة ومن الأعمال الصالحة، وهكذا يربح المسلمون في الحج فائدة عظيمة، ويتعودون السفر ويتعودون البذل المالي لأجل هذه الشعيرة الظاهرة. وهكذا فلولا الحج ما قام هذا السوق، ولا أشعر المسلمون بعضهم بعضا بالمساعدة والمسر، ولولا هذا الحج ما تعرف بعضهم على بعض. منين نتعرف على إخواننا في سائر أقطار العالم إلا بهذا الحج؟ إذا جاءوا للحج عرفناهم وعرفونا واستفدنا منهم واستفادوا منا ودللناهم ودلونا وهكذا. ومن أجل هذا جاء الحديث الذي في البخاري ومسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يعني فائدته عظيمة، لأنه يبذل ماله ويرخص نفسه ويتعب ببدنه لأجل إقامة هذه الشعيرة الظاهرة، وهو بهذا يمأجور ويحصل على الفوائد العظيمة. الحج المبرور، المبرور ما هو؟ جاء في المبرور أحاديث وأقوال العلماء رحمهم الله. إذا بر حجه يعني كان يكون
قصد وجه الله جل وعلا ولم يقصد الرياء ولا السمعة، فالحج هذا هو المبرور. وقيل الحج المبرور هو السالم من الرياء والسمعة، وقيل الحج المبرور وصاحب النفقة الحلال، وهكذا كل هذا يصدق عليه حج مبرور، أي بر في حجه نفسه وبر إخوانه المسلمين وأتى بالبر الذي يحبه الله جل وعلا. هذا إذا قصد العبد بحجه وجه الله تعالى واحتسب الأجر من الله تعالى، ثم تحرى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وأعماله كلها، وابتعد عما ينقص حجه من الرفث والفسوق والجدال بالباطل. المسلم منهي أن يبتعد عن الجدال وعن الشرك وعن الأذى للمسلمين، وكلما كان فيه مصلحة يحرص عليه، وما كان فيه مضرة على نفسه أو على أحد من إخوانه المسلمين فإنه يجتنبه بإذن الله. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو البعيد عن اللغو والرفث والفسوق والعصيان والبعد عن مخاصمة المسلمين والجدال بغير حق. فالجدال أنواع: جدال بحق كما قال الله جل وعلا: وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا يؤمر به في الحج وفي غيره. جدال بغير حق فهذا هو الخصام بغير حق، فلا يليق بالمسلم أن يستحضر معه هذا الشيء في الحج، بل يكون مسالما مؤديا لعبادته على أكمل وجه، لا رفث ولا فسوق ولا جدال، لا جدال في الحج. يحرص المسلم على أن لا يجادل، والمجادلة قد تكون بحق فهذه مأمور بها شرعا، والجدال بغير حق غير مأمور به بل منهي عنه. يبتعد المسلم عن الجدال كان يقول لا منها هنا، والآخر يقول لا تعال منها هنا، وهكذا. فالأشياء العادية يحسن التسامح فيها والتفاهم وعدم الجدال. ونقى عقيدته من البدع والخرافات والاتجاهات المنافية لدين الإسلام. الرفث المراد به ذكر النساء للشهوة، لا ينبغي أن يذكرها في حال حجه، في حالة الحج والإحرام. والفسوق الفسق منهي عنه في حال الإحرام وقبل الإحرام وبعد الإحرام وفي كل وقت، لكن النهي عنها في حال الإحرام آكد. والجدال في الحج الجدال بالباطل، أما الجدال بحق فهو حسن ومأمور به شرعا. ونقى عقيدته من البدع والخرافات والاتجاهات المنافية لدين الإسلام، والله الموفق والمستعان. كلما كان المرء بعيدا عن الجدال بغير حق وعن الخصام مع المسلمين وعن أذاهم، وليحذر المسلم أذى المسلم لا يؤذي في نفسه ولا في ماله ولا يضايق في شيء من أمور دينه ودنياه. بعض الناس والعياذ بالله يحج لأجل أن يسرق مال المسلم أو يأخذه بغير حق أو يتحيل على المسلم باللعب عليه وأخذ ماله، وهذا محرم في أيام الحج وفي غيرها. فيجب على المسلم أن يحذر أذى المسلمين. باب فضله وبيان من فرض عليه. فضل الحج يبين في هذا الباب ومن هو مفروض عليه الحج. المفروض عليه الحج ليس على كل أحد، وإنما على القادر
بشرط أن يكون بالغا قادرا على الحج. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني إذا اعتمر هذه السنة واعتمر بعد سنة ثانية أو سنتين أو ثلاث أو خمس سنوات أو عشر سنوات، فهما العمرتان كفارة لما بينهما، يكفران الصغائر دون الكبائر، أما الكبائر فتكفر بالتوبة منها فلا بد من التوبة، أما الكبائر فتكفر بالتوبة منها، ولا يصح للرجل أن يزني أو يسرق أو يشرب الخمر أو يعمل شيئا من الكبائر ويقول أحج وأكفر ذلك. يقول: لا يا أخي، اتق الله في نفسك وابتعد عن المحرمات، والصغائر تكفر بالحج كالكذبة البسيطة والإخلال في شيء من الأعمال الصالحة شيئا لا يبطلها، وهكذا. فالذنوب نوعان، الذنوب نوعان، نوع كبائر ونوع صغائر، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حد الكبيرة وحد من حد الصغيرة، فقال بعضهم: الحد الكبير حد الكبيرة ما توعد الله عليه بنار أو عذاب أو لعنة أو غضب أو حد شرعي، فيشمل هذا الكبائر اللي يتوعد الله عليه بالنار أو توعد عليه بالعذاب أو توعد عليه باللعنة والغضب أو توعد عليه بحد من الحدود في الدنيا، فهذا كبيرة، وما كان دون ذلك فليس بكبيرة، والكبيرة لا تكفر إلا بالتوبة منها، والصغائر تكفر بالأعمال الصالحة وإن لم يتب العبد منها، كما قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. مفردات الحديث. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ثوابه عظيم عند الله جل وعلا، وذلك بالجنة يعطيها الله جل وعلا لمن بر في حجه. والحج المبرور الذي سلم من الإثم وسلم من الأذى وسلم من أذية المسلمين وأخذ أموالهم بغير حق، وهكذا يجب على المسلم أن يحذر ذلك في الحج وفي غيره، لكن في الحج آكد، خشية أن يذهب هذا الوصف من صفة حجه فيحرم الفائدة منه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. مفردات الحديث. الكفارة لغة من كفر، وهو الستر والتغطية. من الكفر، وهو الستر والتغطية. قالوا كفر ستر حق الله جل وعلا، كفر الله عنه ذنوبه سترها وعفى عنها، هذا لغة كفر بمعنى عفى الله عنها وسترها ولم يبدها لهم ولم يفضحه بها. فالعبد يسأل الله جل وعلا أن يكفر عنه سيئاته. ولغة أو شرعا إسقاط ما لزم الذمة بسبب ذنب أو جناية. إسقاط ما لزم الذمة بسبب ذنب أو جناية. إسقاط ما لزم بسبب ذنب أو جناية. يلزم العبد أن يبتعد عن الذنوب
وإذا ابتعد أو تاب منها والله يتوب عليه. شرعا التكفير إسقاط ما لزم في الذمة، ما لزم بالذمة يعني ما صار واجبا عليه أن يؤديه بسبب ذنب اقترفه أو جناية اقترفها. والحج في اللغة القصد، وفي الشرع الحج قصد زيارة بيت الله الحرام على وجه التعظيم بأفعال مخصوصة في زمن مخصوص. الحج في اللغة القصد يعني التوجه إلى هذا، والشرع قصد زيارة بيت الله الحرام على وجه التعظيم، يقصد بذلك تعظيم مكة على وجه أفعال مخصوصة في زمان مخصوص. لو قصد مكة في غير وقت الحج فلا يعتبر حجا، قصد مكة في شوال، قصد مكة في ذي القعدة، قصد مكة في أشهر الحج، لكن ما قصد الحج فلا يعتبر حجا، وإنما هو قصد مكة في أيام الحج لقصد الزيارة وتعظيم بيت الله الحرام. ولا يلزم أن يكون مثلا في وقت هي أدي الحج، بل إذا قصد مكة في شوال، قصد مكة في ذي الحجة، في ذي القعدة وهو يريد الحج، فهذا هو الحج المخصوص. المبرور البر بكسر الباء اسم جامع للخير كله، فالمبرور مشتق من البر، يقال بره أحسن إليه فهو مبرور، ثم قيل بر الله بر الله عمله إذا قبله كأنه أحسن إلى عمله بأن قبله ولم يرده. وعلامة كونه مقبولا هو الإتيان بجميع أركانه وواجباته مع إخلاص النية واجتناب ما نهي عنه. هذا علامة القبول بالحج، أن يأتي بالأفعال الواجبة والأركان اللازمة وأن يجتنب الحرام، هذا دليل على بر حجه. أما إذا ترك شيئا منها فلا يخلو، إن كان يتطلب الفدية ففدى فذلك يبر حجه، وإن كان لا يتطلب وإنما يتطلب التوبة والاستغفار فبهذا يبر حجه. فعلى العبد أن يحرص على الحج المبرور، ومن علامة القبول أن يوفق الإنسان بعد الحج لعمل صالح. قال العلماء من علامة القبول أن يوفق الإنسان بعد العمل الصالح لعمل آخر، ومن علامات الرد والعياذ بالله أن يأتي العبد بالسيئة بعد الحسنة، فالسيئة تضر العبد بخلاف الحسنة، فإذا جاءت بعد السيئة كفرتها بإذن الله تعالى. قال النووي الأصح والأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، وعلامته أن تظهر ثمرته على صاحبه بأن تكون حاله بعد الحج خيرا مما منها قبله. كلام النووي رحمه الله يقول الحج الأصح أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، يعني سالم من الرياء، سالم من الخيانة، سالم من أذى المسلمين، سالم من التعنت والشدة، يكون بر حجه أتى به على الوجه المخصوص. وعلامة هذا تظهر للمرء إذا وفق الله عبده لعمل صالح بعد الحج، فهذا دليل على بره بحجه وقبوله. وإذا حرم من العمل الصالح وأتى بالعمل السيء فذلك دليل على عدم قبول عمله، لأن الله جل وعلا هو أعلم بما سيكون العبد، فقد ينوي العبد الحج لله
لكنه يقصد بعدما يحج يعود إلى السيئات التي كان يعملها قبل ذلك ويواظب عليها، وإنما ترك وقت الحج، هذا علامة على رد حجه وعدم قبوله. وإذا وفق الإنسان لحسن العمل بعد الحج فذلك علامة على قبوله بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك رمضان، إذا وفق العبد للعمل الصالح بعد رمضان فهذا دليل على قبول صيامه، وإذا وفق للعمل السيء والخبيث فهذا علامة على رد حجه والعياذ بالله. فعلى العبد أن يحرص أن يكون حال الحج بعد الحج أفضل منه قبله من صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك من الأعمال الصالحة. ما يؤخذ من الحديث فضل العمرة وأنها تكفر الذنوب كسائر العبادات. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن قيد العلماء التكفير للصغائر دون الكبائر. التكفير للصغائر دون الكبائر، والكبائر ليست ما تكفر، وإنما يكفرها التوبة منها. أما أن يجني ويصلي فإنه لا يكفر ذنبه هذا إلا إن أقلع عن الذنب وتركه، فعلامة القبول والمغفرة أن يقلع العبد عن الذنب الكبير. وأما الصغيرة فلا مانع أن تكفر وإن لم يتم منها ولا تلزم التوبة منها. قال النووي: مذهب أهل السنة أن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله وفضله. الكبائر يكفرها التوبة على الله، التوبة من العبد أن يتوب من عمله السيء هذا ويندم. وشروط التوبة عدد، يلزم للتوبة الإقلاع عن الذنب. أما الذي يقول استغفر الله وأتوب إليه وهو مصر على ذنبه فهذا والعياذ بالله تكون توبته توبة الكذابين، كما قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقول توبة أن يقول استغفر الله وأتوب إليه وهو مصر على ذنبه، يعني مستمر في المعصية، السرقة أو الزنا أو شرب الخمر أو الأذى أو غير ذلك من المعاصي الكبار، يقول استغفر الله وأتوب إليه، ما تكفيك هذا، بل لا بد أن تقلع عن الذنب هذا، الإقلاع عن الذنب والندم على ما مضى. لابد أن يندم المسلم على ما مضى من ذنوبه ولا يتبجح بها ولا يمدح نفسه بها ولا يقول فعلت وفعلت أو مكرت بفلان أو غصبت وأخذت ماله أو خنت أو كذا أو كذا، لا يتبجح يمدح نفسه بالذنب، بل يندم على ما فرط من ذنبه. الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على أن لا يعود. أما إذا قال استغفر الله وأتوب إليه حال الحج أو حال رمضان أو حال وجوده في مكة وهو ينوي العودة إلى المعاصي إذا عاد إلى بلده فلا نصيب له في التوبة ولا حظ له فيها. ما هي؟ الإقلاع عن الذنب، التوقف، والندم على ما فرط منه، والعزم على أن لا يعود إلى هذا الذنب مرة ثانية. هذا إذا كان الذنب يتعلق بحق الله تعالى، كالتساهل في الصلوات الخمس أو التساهل في الوضوء أو التساهل فيما يجب لله جل وعلا. أما إذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي فلا بد أن يرد الحق إليه أو يستحله، لا بد من رد الحق إليه. أما أن يأخذ مال أخيه المسلم بغير حق ويقول استغفر الله وأتوب إليه ولن أعود لهذا الفعل فهذا ليس بصحيح ولم يتم منه، وإنما التوبة الإقلاع عن الذنب
والعزم على ألا يعود، والندم على ما فرط، واستحلال المسلم فيما يتعلق بحقه أو رد الحق إليه. وإذا استحيا من رد الحق إليه فعليه أن يأتي بالتورية، يقول هذا حق لك أعطاني أحد الإخوة، ما يلزم أن يفضح نفسه أو يقول سرقته من مالك أو خنتك فيه أو أخذته، يقول هذا أعطاني أحد الإخوة يقول إنه لك، أو يقول هذا وجدته في بيتي مكتوبا عليه اسمك، كأن صاحبه ما يحب أن تعرفه، فسامحه سامحك الله. وهكذا، ولا يكفي أن يسجل المبلغ في حسابه لأنه قد يتبرى منه ولا يأخذه لنفسه، لأنه لا يدري أهو له أو لغيره، وإنما عليه أن يستحل المسلم أو يرد إليه حقه. إذا رد إليه حقه برئ ذمته، وإذا لم يرده فيبقى حق الآدمي مستمرا عليه إلى يوم القيامة. قال ابن عبد البر: المراد تكفير الصغائر دون الكبائر. الحديث ظاهر في فضل الإكثار من العمرة، وسيأتي بيانه إن شاء الله. إكثار من العمرة حسن، لكنه بشرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، فلا يشرع أن يعتمر في كل شهر، ولا يشرع أن يعتمر في كل أسبوع، ولا يشرع أن يعتمر في كل يوم. العمرة لها سبب، إذا قدم مكة بعمرة فبها ونعمت، خرج من مكة اليوم معتمرا وعاد غدا أو بعد غد بعمرة فحسن، لأن العمرة المشروعة هي التي يدخل بها مكة، وكلما دخل مكة بعمرة من الخارج فهو في سبيل الله، والعمرة مقبولة بإذن الله. أما الحج فلا بد أن يكون في وقته المخصوص، والعمرة ليس لها وقت مخصوص، وإنما تصح في سائر أيام السنة، ولا ينبغي له أن يخرج عن المعتاد. فمثلا هؤلاء الذين يعتمرون في رمضان في كل يوم أو في اليوم مرتين، جاءني من يقول اعتمرت في رمضان 60 عمرة، نقول خبت وخسرت، من تابعت في هذا؟ هذا تلاعب من الشيطان بك، ولا بد أنك تركت شيئا من الواجبات، أخرت الصلاة عن وقتها، وهكذا. فلا يجوز للمسلم أن يعتمر في غير أصول السنة وما رخص فيه. بعض الناس يتجاوز ويعد الحق ويتركه ويأخذ بالإثم، وهو يظن أنه يتقرب إلى الله جل وعلا، وهو بعيد عن القربة، لأن عمله ليس بصحيح. أن العمرة ليس لها وقت مخصوص ولا زمن معين لغير متلبس بالحج، وهو إجماع العلماء. إن العمرة ليس لها زمن مخصوص، يجوز أن يعتمر يوم عرفة إذا لم يكن حاج، يجوز أن يعتمر يوم النحر إذا لم يكن حاج، أما إذا كان حاجا فلا يجوز له أن يدخل عمرة على حج حتى يبرأ يكمل الحج، يكمل حجه ثم يعتمر. أن الحج أفضل من العمرة لأهميته وكثرة أعماله وكونه أحد أركان الإسلام. أن الحج أفضل من العمرة لكون الثواب المترتب على الحج أفضل من الثواب المترتب على العمرة، لقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال النووي: الأصح الأشهر أن الحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم مأخوذ من البر وهو الطاعة، أن الجنة هي منتهى الآمال وهي الجائزة الكبيرة لفضائل الأعمال، ومن أعظم نعيم الجنة النظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى.
القصد من العمل الصالح والاجتهاد لطلب مرضاة الله جل وعلا، أن العبد يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة ويحج تقربا إلى الله جل وعلا لينال الثواب الجزيل. وثواب الحج أعظم من ثواب العمرة، الحض على أداء الحج أداء الحض على أداء الحج خاليا من الإثم آتيا على الوجه المشروع لأجل الحصول على هذا الثواب العظيم. إنه لا يحصل له ثواب الحج إلا إذا قصد وجه الله جل وعلا وتأدب بآداب الحج وابتعد عن الرياء والسمعة. خلاف العلماء، ذهب جمهور العلماء إلى استحباب العمرة في السنة الواحدة مرارا، وقالت المالكية تكره في السنة أكثر من عمرة واحدة، ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا من السنة إلى سنة. المالكية رحمة الله عليهم يقولون تكره الحج العمرة في السنة أكثر من مرة، لا ينبغي له أن يحج أن يعتمر أكثر من مرة في السنة، ولكن الجمهور على جواز الحج جواز العمرة كلما قصد مكة، إذا قصد مكة فيدخلها بعمرة ولا ينبغي له أن يقصدها بتكرار، وإنما يكون أياما بعد أيام. أما الجمهور فدليلهم حديث الباب، أما دليل المالكية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في السنة أكثر من مرة، فهذا لا دليل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك العمل وهو يريد فعله ويحب فعله لئلا يحرج أمته عليه الصلاة والسلام. أما الجمهور فدليلهم حديث الباب، وما أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعا تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة بينهما تنفي الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد، وغيرهما من الأحاديث. وقد هذا من الأحاديث المرغبة في كثرة العمرة وتكرارها، لقوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، يعني المتابعة بينهما أن تكون متقاربة، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فالفقر ينتفي بالحج والعمرة، كلما أكثر الإنسان منها فهو خير له. وقد اعتمرت عائشة في شهر واحد مرتين، وذلك في حجتها مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. قالوا بهذا يستدل على أنه يجوز للإنسان أن يعتمر في الشهر مرتين العمرة، لأن عائشة رضي الله عنها اعتمرت مع الحج، أتت من المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع معتمرة متمتعة بها إلى الحج، فلما حاضت ولم يمكنها أن تؤديها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الحج على العمرة، فأصبحت قارنة فتحللت منهما معا، ثم إنها رغبت في العمرة بعد هذا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجك يكفيك عن الحج والعمرة، لأنها مستمرة فيه قارنة بين الحج والعمرة، فقال لها يكفيك ذلك، فألحت عليه، فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما بالذهاب بها إلى التنعيم
لتعتمر عمرة أخرى مع العمرة التي أدتها في أول شهر ذي القعدة. في آخر شهر ذي القعدة أدت العمرة الأولى وأدت العمرة الثانية يوم الرابع عشر ليلة الرابع عشر من ذي الحجة. يعني العمرة الأولى حينما قدمت مكة في آخر في أول ذي الحجة أو آخر ذي القعدة، وأدت العمرة الثانية ليلة الرابع عشر من ذي الحجة. والعلماء المحققون يريدون من العمرة ما يأتي بها الإنسان من بلده لا ما يخرج من أجلها من مكة إلى أدنى الحل. نعم، هذه العمرة المشهورة عند الجمهور على أن العمرة إذا قصدت مكة من بلدك، أما إذا كنت مقيم في مكة فما الحاجة أن تقصد مكة؟ أنت في مكة لما تخرج؟ عليك أن تتوضأ وتؤدي العمرة وتؤدي ثواب وتؤدي الطواف. أهم أفعال العمرة الطواف بالبيت، والطواف بالبيت يسوغ للمكي كل وقت وحين، فلا داعي للخروج للإتيان بعمرة. ما ينبغي للإنسان أن يخرج من مكة للإتيان بعمرة. فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عدا أحد من الصحابة أنهم فعلوا ذلك سوى عائشة رضي الله عنها. قال العلماء: من كانت حاله من النساء مثل حال عائشة فلا بأس أن تخرج للعمرة، وأما من كان قد أدى العمرة حال دخوله فلا ينبغي له أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى. قال ابن القيم في زاد المعاد: ولم يكن في عمره صلى الله عليه وسلم عمرة واحدة في عمره، يعني العمرات التي أداها، ولم يكن في عمره صلى الله عليه وسلم عمرة واحدة خارجة من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها عمره وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة. وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة لم ينقل عنه أنه أحرم خارجا من مكة تلك المدة أصلا. فالعمرة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها عمرة الداخل إلى مكة لا عمرة من كان بها فخرج إلى الحل ليعتمر، ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا عائشة وحدها من بين سائر من كان معه، لأنها كانت أحرمت بالعمرة فحاضت فأمرها فأدخلت الحج على العمرة، فصارت قارنة فوجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلة وترجع هي بعمرة ضمن حجتها، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم. وأما الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فقال: وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على مشروعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما أعمر عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخلوا مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجاب
أجابها صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها عمرتان، فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: وأما الاعتمار بخروجه إلى الحل فهذا لم يفعله أحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا عائشة في حجة الوداع. على عهد يقصه ليخرج فعل أنس رضي الله عنه، لما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن يحلق رأسه خرج إلى التنعيم إلى الحل فأحرم بعمرة فحلق حلق عبادة. الله أكبر.